خلينا نبدأ طبعا بالأهلي وأخبار الأهلي وماتش النهارده بالتحديد يا حضرات مع غزل المحلة. طبعا احنا لغايه دلوقتي لعبنا 4 جولات حققنا الفوز فيهم كلهم الحمد لله، وبالتالي حققنا العلامة الكاملة. ابتدينا الموسم بشكل كويس جدا، عملنا انتصارات بالأربعة وبالخمسة. عايزين بس نقول ان مفيش دوري، يعني ماتش في الدوري مضمون لاعتبارات كتير السنة دي والموسم ده بصفة خاصة. كل الفرق زي ما انت شايفة كله متقل السكواد بتاعه والعيار بالظبط، فنتج عن ده غزارة تهديفية في كتير من الماتشات، فما نقدرش نقول ان في ماتش خلاص مضمون ونحطه كده، يعني ايه ناخده من المسلمات. الكلام ده مش هينفع على الاقل في الموسم ده، عشان كده مطلوب جدا الاستمرار في الفوز اللي ابتدينا بيه واللي ابتدت بيه لعيبة النادي الاهلي والفريق اللي طبعا الكامل والجهاز الفني هذا الموسم، قبل ما ندخل فترة التوقف الدولي اللي هتنتهي مع نهاية شهر ديسمبر. طبعا يعني اكيد المسؤولية مش قليلة، لكن احنا واثقين في لاعبتنا وفي جهازنا الفني وبيتسو موسيماني، وان شاء الله يسعدونا باذن الله. انا بتفق معاك يا كريم جدا، وكمان مش سهل ان انت بتتكلم انك بتخرج من يعني فترة توقف دولي وترجع تاني يعني بعد كده بنفس المستوى. طب. يعني الموضوع محتاج اكيد شغل كتير، محتاج كمان تركيز ويعني دعم من الجهاز الفني، خصوصا كمان احنا مش بنتكلم او مش بيكون معانا في كل القوام الاساسي كل ماتش، لان احنا عندنا زي ما حضراتكم عارفين لاعبين دوليين بتشارك مع منتخبات كمان بلادها، فدي نقطة.